اتفضل. لا لا اليمين اليمين. لا المكان ده الشمال بس يلا. هو فين بقى الرجال؟ ها قوم يا ابني. ايه يلا بينا يا رجاله يلا نرجع. ارجع يا معلم. فيه راح فيه؟ احنا كل ما احتاجينه بس ان هم يلهوهم لغايه ما اعرف ادخل رجالتي، لان رجالتي لو دخلوا بالمنظر ده هيتصفوا في منت. الله، انتوا مش عاملين دراسه جدوى للزفت الكباريه دوت قبل ما تجيبونا؟ ايه ده؟ ايه؟ دراسه جدوى. ايه علاقه دراسه الجدوى باللي احنا جايين عشانه ده؟ معاينه، دراسه معاينه للبتاع. بينا رجاله. ارجع بقى يا معلم ارجع. هم بس اقول لكم ايه يا جماعه، انا سواء رجعنا الكباريه او لا انا تبقى قعدتي هنا، لان انا المكان ده اثرني خلاص. قاعد فين؟ هنا. اوكي كمان خليك معايا ارجوك. كل اللي محتاجين ان هما بس يلهوهم دقيقه ادخل رجالتي بالسلاح، اديكوا الاشاره تلتحم. حلو، بس لازم الاشاره دي تبقى ملفته جدا، لان احنا واحنا بنلهيهم هنبقى احنا كمان ملهيين ومش مركزين، فلازم الاشاره تبقى ملفته عشان ننتبه لك. لا في عندي ملف كتير. نورينا كده فرج. ممكن مثلا اقلع واجري الف في دوائر في المكان كله كده، بيبقى شكلي ملفت ومهين جدا. ليه يعني؟ احنا عايزين حاجه ملفته مش مهينه. ليه عايز تهين نفسك؟ مش حلو ده، وده مش حلو. مش موضوع مش حلو، بلاش الاهانه. خلاص ممكن البس باروكه واقلع المره دي من فوق بس، واجري الف في نفس الدوائر، بس ده دوائر بقى اسرع. بيبقى شكلي ملفت ومهين اكتر بكتير من الاول. هو الاهانه ايه علاقتها بحياتك؟ يعني ليه واخده جزء من تفكيرك الاهانه؟ فكر بره انك تبقى متهان يعني. ارقص؟ ارقص مثلا بشكل يكون ايا كان بقى، سيبك من انه ارقص، لا مهين ولا ملفت، ارقص وخلاص تبقى دي الاشاره. خلاص مش هديك الاشاره دي، تمام اتفقنا؟ اوكي. بس بقول لكم ايه يا حبيبي، ركز معايا. ايوه. اول ما اديكوا الاشاره رجالتي هتخش ضرب النار، تساعدوهم، اوعوا تسيبوهم لوحدهم. لا احنا هنمشي ساعتها صح؟ انا هدعي، هدعي ربنا يوفقهم ان شاء الله. المهم ركز انت في الاشاره واحنا هنلهيهم. هتلهوهم ازاي بقى؟ بابا في حد بيسرق الوسائل بتاعتنا. ايه ايه؟ طب انت كويسه يا حبيبتي؟ شايف؟ دي غلطتك، قايل لك مليون مره راكب ترباس على الباب. استنى نفهم وبعد كده نتخانق يا بني ادم. طب حبيبتي انت شفت الراجل اللي سرق الواي فاي ده؟ لا ما شفتوش. ايوه ايوه ايوه. انا لمحت واحد امبارح كان نازل من على السلم جري، اعتقد ان هو اللي سرق الواي فاي، بس ما لحقتش اشوفه. لا وحيات ابوك افتكر كويس. ما لحقتش يا بومبا، وبعدين هو كان اصلا مغطي وشه، كان مجسم، بس هو كان ماسك في ايده غالبا طبق او كازارولا كان سارق فيها الواي فاي، لان هي كانت عماله تدلدق واي من ناحيه وفاي من ناحيه. واي من ناحيه وفاي من ناحيه؟ يا خساره كل قرش اتصرف عليك في التعليم، انت جاهل يالا. كازارولا ايه اللي هتشيل واي فاي؟ كازارولا دي صغيره جدا، هتشيل بلوتوث اخرها يا. لا واي فاي ده كبير واي فاي. ده عايزه حاجه كبيرة. شنطة سفر ولا حاجة؟ شكر. طب اقول لهم يعني ايه؟ صعبانين عليا قوي. والله العظيم ما هتفرق. يعوض علينا ربنا بقى. طب هنتصرف ازاي؟ انا مش هسكت على اللي حصل ده. انا بيتي ما يتسرقش منه واي فاي. هنعمل ايه؟ هل هجيب كلب. يا ابني ما هو الكلب هيجي هيعضعض في خرطوم الواي فاي، عملنا ايه؟ خلاص يا عم، نبقى نربط الكلب تحت في الجنينة. هتجيب كلب عشان تربطه؟ ما الواي فاي هيتسرق برضه. خلاص نحط الكلب هنا ونربط الواي فاي في الجنينه. ايوه كده الله يفتح عليك، معلش انا متوتر مش عارف افكر كويس. طب يلا يلا نروح نجيب الكلب. يلا. استنى يا واد انت وهو. عايزه ايه؟ على فين رايحين يا اخره صبري؟ رايحين نحميكوا. رايحين ناخد اجراء يخليكوا تحطوا دماغكوا على المخده وانتوا في امان. رايحين سوق الجمعه نجيب كلب. كلب؟ هتجيبوا لي كلب عشان يقعد يعمل بيبي في كل حته؟ طب ايه المشكله يعني؟ ما هو بومبا بيعمل بيبي في كل حته وسايباه عادي. اياكوا تجيبوا كلب، على جثتي لو دخل كلب البيت. خلاص احنا هنروح سوق الجمعة ما نجيبش كلب. صبرني يا رب. السلام عليكم. بس الدكتور هيشوفك دلوقتي. بس حبيبتي بس. فك يا ابني الهبل اللي انت ملبسهوني ده، ما انا دلوقتي بني ادم اهو. ما انت كنت نازل كلب، كل شوية بقى هقعد افك واربط. مساء الخير. مساء النور. لو سمحت كنا عايزين نكشف. قوي قوي. اسم الحيوان ايه؟ اسم الحيوان بومبا. ماشي هتقول حيوان هديك على قفاك. اسمها بيت. لا بيت دي لو انت نتايه، لو نتايه اقول لك تعالي يا بيت، لكن لو ظهر بنقول تعالي يا ولد ولد. طب احنا محتاجين رخصه. معاك رخصه؟ مسحوبه على المحور، بس انا معايا الوصل. هات الوصل. مش بقى مشيها بالوصل وانا هبقى اشوفك. طب اتفضلوا ارتاحوا وانا هبقى انده على الاسم. هتنده على اسمي ولا على اسم الحيوان؟ اسمها ولد ولد. مساء الخير. هاي. يا
جميلة ما شاء الله. اسمها ايه؟ ميرسي باجزي. باجزي حاسة الاسامي اسم جميل. ميرسي. عارفة معناه ايه باجزي؟ ودان السهر بالفارسي. وهو اسمه ايه؟ هو اسمه بومبا. بومبا؟ يعني ايه؟ يعني غازات البطن بالمصري عادي. بس جميلة ما شاء الله. عجبك؟ لذيذة يعني. لا عجبك؟ طب استنى استنى. طب يا فندم لو حضرتك عندك يعني يوم اجازه او حاجه ممكن نجي لكم نلعب الاولاد مع بعض يتعرفوا، او انتوا تجولنا يعني. احنا في جنينه كبيره جدا قدام البيت بينزل هو على طول يعمل فيها بيبي. ممكن ايه يا ابني مش عاجبك يا ابني؟ ايوه طب خلاص يعني الطبع الاول لذيذه طبعا، بس ما يا بقى ما تقولش الكلام ده قدامي. خلاص لما الكبار يتكلموا الحيوانات تسكت. ماشي. انت بقى اصلا بتحب التهذيب. ايه ده؟ لا ده مفيش، اصل انا بمرنه اليومين دول على السلام، بس ساعات ايده بتقلش بتيجي على قفايا كتير يعني. هو اتجوز قبل كده؟ هو اتجوز قبل كده وعنده عهد وشكر، وكان في جاروين تانيين بعناهم. اوكي. بص باجزي مخطوبه مش كده يا بوكي؟ اوه مش كده يا دودو؟ مخطوبه. اوه بس يعني الحاجات دي نصيب يعني، مش نصيبي. بقول لك ايه، فك البتاع ده هطلع اشرب سيجاره. لا بقول لك ايه، تخرج بره تطلع تجري، انا مش قادر افرهد. بقى تيمون بقول لك ايه، اخلص وحياه ابوك عشان انا قفلت من القصه دي. هطلع اشرب سيجاره والله ما هعمل حاجه. ماشي. تيمون ممكن تشتري لي دي؟ معيش ولا مليم يا ابني. دي رهيبه يا ابني، بص هي فظيعه بجد، بس انا بجد معيش ولا مليم. خلاص هسرقها. ماشي. ابوس ايدك يا شيخ، ما تكسري قلبه. بس هي مهرها غالي قوي. كل حاجه هتتكتب في القايمه، التقيل علينا والدراي فود عليكم، حتى الجراوي نص بنص. ايه رايك يا باجزي؟ بنشوف. اسم جميل باجزي، امال الكلبه بقى اسمها ايه؟ يا بومب. ايه ده؟ شفتش فرده الشبشب التانيه؟ اهي. يا مالي مبلوله كده ليه؟ عم عيد كان بيعضعض فيها يعني، ما معرفش الراجل ده بيعمل كده ليه. لقيته برضو خارج من الحمام، دخلت وراه الحمام لقيته منتش المناديل كلها على الارض. عارف الدبدوب الاحمر بتاعها؟ معضعضه كله. هو بيعمل كده ليه؟ طب بقول لك، انا جبت لك كتاب اللي هو بتاع تدريب الكلاب. طيب. عايز ادربك بقى على شويه حاجات. ماشي، ما عنديش مشكله. اول ما اقلب كلب يلا قشطه. لا انت وانت كلب انا ما بعرفش اتفاهم معاك خالص، انت دماغك ناشفه جدا. تعال نعملها دلوقتي وافتكرها وانت كلب. طيب اتفضل. يلا يلا نعمل الاول امر. ماشي. اول امر ست. ماشي. يلا ست. ماشي. ست. ايه يعني ايه ست؟ ست يعني اقعد اقعد. اهبل يا بلا ست يعني وومن. لا انت كده محتاج كورس انجليزي، تاخد كورس انجليزي الاول وبعد كده ادربك على مواضيع الكلاب دي. بقول لك ايه، سيب لي الكتاب ده وانا هقراه كله، تيجي تلاقيني قاريه كله وشاطر جدا. بس ممكن تعملي نظاره طبيه بقى، عشان اكيد هبقى نظره ضعيفه وانا كلب. ماشي. ممكن اطلب منك طلب؟ اتفضل. ممكن تتنايل تستحمى وانت بني ادم عشان ما اضطرش احميك وانت كلب؟ بجد حاجه مقززه جدا. تيمون لو سمحت ممكن ما نفتحش موضوع الحموم ده تاني؟ احنا قفلناه وما نتكلمش فيه بشكل نهائي. انا كنت عايز اسالك على حاجه. هو انا لو طلقت تهاني وانا كلب بتتحسب طلقه؟ وانت طلقتها ليه وانت كلب؟ مش معدي من عند السفره كده هشتني برجلها رحت مطلقها. لا يا عم دي ساعه سعار، ما بتتحسبش الحاجات دي. انا اللي جايلي حساسيه بقى اليومين دول، عمال اعطس عطس ربنا ما يوريك. تعطس يا تيمون انت؟ احنا من ساعه ما قعدنا انت ما عطستش عطسه واحده. اهو اسحب اهو. لا بموت بموت والله. الف سلامة. فاخدت ميعاد بقى من الدكتور وهروح دلوقتي اشوف ايه الموضوع ده، ربنا يستر ما يطلعش حاجه كبيره. هتخرج؟ اه. طب وحياه ابوك خد يا بومبا. لا لا اخر مره خدتك معايا فضلت تجري ورا عربيه الرش، ما كنتش عارف الملك من الشارع. طب بص خدني معاك، ولو قلبت كلب باربطني. بومبا انت جريت ورا عربيه الرش وانت بني ادم مش وانت كلب. هي ما هي بتشدني. لا لا خلاص يا بومبا، عندك اهو بيتزا سجق عشان لو جعت وانت بني ادم، ودراي فود عشان لو جعت وانت كلب. انا هنزل ومش هتاخر. ولا تيمون
اهو الراجل اللي ده علينا. هات 10 جنيه اكل والنبي، النبي هات 10 جنيه اكل. عايزين نشوف طريقه بقى نخليه يسحب الدعوه. بسيط، هو دعا عليك ليه؟ عشان ما ادتوش فلوس. خلاص اديله فلوس هيسحب الدعوه. طب انت معاك فلوس؟ لا طبعا. انت معاك منين يعني؟ لا طبعا، بس انا جات لي فكره. احنا ندعي له واكيد ربنا يستجيب لنا، احنا نيتنا صافيه ولاد ناس وقلبنا ابيض وعمرنا ما اذينا احنا عمرنا ما اذينا حد يا تيمون. ادعي له. ادعي له صح. بسم الله الرحمن الرحيم. يا رب يا رب اغنيه بالحلال ويبقى اغنى واحد في الدنيا. ايه ده؟ ايه ده يا لابومبا ده؟ ده طلع تليفون اغلى من تليفوني وتليفونك. ايه ده؟ انا ربنا استجاب لدعوتي ولا ايه؟ اللهم صل على النبي ما شاء الله عليك يا بومبا. طب جرب مره كمان. جرب في دعوه ثانيه. يا رب يا رب اشفيه يا رب ويبقى في احسن صحه. لا لا ده بيمشي عادي ما بقاش يعرق. لا تعال نشوف القصه دي بقى. واضح ان انا ايه، انا دعواتي بتستجاب. الموضوع طالع جد ولا ايه؟ مش عارف. طب جرب كده اديله واحده كمان. تفتكر؟ طب انا هقول اي حاجه بقى. يا رب يا رب العربيه اللي واقف جنبها دي تطلع بتاعته. لا 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 ده 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 شيء مبالغ فيه. هو في كده؟ طب ما انت جامد كده ما كنت دعيت لنا احنا اولى يا اخي. دعيت لنا احنا ايه؟ هو انت مصدق يا تيمون؟ انت مصدق انها دعواتي بتستجاب؟ يا ابني الدعوه الوحيده اللي اتقبلت لي كانت دعوه فرح المعازيم، جت غير كده مفيش. طب ايه؟ بقول لك ايه؟ الواد ده سرق العربيه. لا يا راجل. هتشوف هنخش عليه دخله اللي هي ايه؟ ثقه. نخش كمين. تعالى يلا حل عليه. انت شمال ولا يمين؟ انزل بس. هلا بس مكان كله محاصر. انزل لي يا متخلف. انت واقف ايه؟ بقول لك انزل لي. انزل لك ايه؟ ما انا واقف اهو. العربيه دي بتاعت مين؟ بتاعتي. صلي بالبوليس. هات تليفونك بقى عشان معيش رصيد. ولا انا معايا رصيد. تصرف. اعمل ايه؟ تصرف تصرف بلاش غباوه. تخيل زي ما عملنا في ازاز الموتوسيكل. هو مش انتوا الاثنين اللي قفلتوا ازاز الموتوسيكل في وشي؟ عايزين ايه بقى؟ تفهم كل حاجه دلوقتي. فاكر نفسك هتفلت. الو صباح الخير بوليس النجده. صباح الخير يا فندم. معاك الرائع تيمون عيد يا فندم. ايوه يا فندم. احنا مسكنا جربوع دلوقتي بيحاول يسرق عربيه جنس اللي هي الفور باي فور دي. العنوان فين؟ 31 ألف شارع عبد المنعم ابراهيم متفرع من عباس العداد. ولا ايه؟ ولا احنا فين هنا ولا؟ اتفضل. بسم الله ما شاء الله. كل ده مكتبك؟ لا ده مش مكتبي، ده الميتنج روم. انا الدور اللي فوق كله مكتبي، بيبص على النيل. ما شاء الله. طلع النيل ازاي واحنا في مدينه نصر؟ الشحات الشاطر لازم يكون كداب شاطر. اقنعتك صح. انا قلت يمكن عشان دور عالي بقى فبيبص على النيل. يبقى انت كده فهمتني. ايوه. وبالنسبه للاجور السمري ايه؟ سالري المرتب. والله بص الاحوال الاقتصاديه مأثره علينا كلنا. يعني دلوقتي التيم ليدر زي كده ممكن يعني يقفل له 400 500. 400 500 جنيه مش وحش. لا قليل طبعا يا بومبر. لا قليل. 400 500 الف في الايه؟ في العمر؟ في الشهر. ده التيم ليدر. انما الجونيور ممكن يعني يقفل له 100 150 بس في بونص سنوي مليون جنيه. الحق ده بيقول لك المرتب 150 الف جنيه في الشهر. سمعتش انت المليون جنيه اللي بتقلب بعدها دي؟ طب مستر مبروك، هو يعني يشترط الخبره في الشحات ولا بتقبلوا شحاتين هواه؟ انتوا تقصدوا انتوا يعني الاثنين؟ ايه؟ اظهرنا ما يشرفش ولا ايه؟ مستر مبروك احنا ما نسمحلكش. استنى يا تيمون بس اقعد يا تيمون. متنفسش. يقول لك ما اظهرنا مش شحاتين. نفهم وجهه نظر الراجل، يمكن عنده حاجه عايز يقولها. ايه يا مستر مبروك الكلام الفارغ ده؟ يا جماعة أنا أقصد إن أنتوا شكلكوا شحاتين، يعني إحنا مش هنبذل مجهود معاكوا أصلاً. هيبقى توضح يا قلقتنا يا أخي. بس أهم حاجة عندكوا استعداد تسيبوا كرامتكوا في البيت قبل ما تنزلوا الشارع؟ مستر مبروك نحب نبلغك إن إحنا أساساً ما عندناش كرامة عشان نسيبها في بيوت.
يبقى مبروك علينا يا مسهل يا رب. في البداية في فترة تريننج هتمروا بيها، لو اجتزتوا فترة تريننج ان شاء الله كل شيء هيبقى تمام. انا كده كده عندي تريننج اديداس، ممكن اجيبيه من بكرة الصبح لو عايز. تريننج اديداس؟ تريننج يعني تمرين. اما انا عندي تمرين اديداس برضو ممكن اجيبيه اذا انت تمرين عايز. يعني تدريب، تدريب علشان تبقى شحات محترف. ما عنديش تدريب اديداس للاسف. بعد ما بتجتازوا فترة التدريب دي بنعينكم وبعدين بتعملوا الميديكال انشورنس. لا انا مش هينفع اعمل ميديكال لان انا اصلا عامل ميديكال بس بغرز تجميل. ايوه انا عامل انشورنس عملتها وانا صغير، العمليه دي لما بتعملها وانت كبير بتتعب. دي كانت في القصر العين الفرنساوي؟ لا في القصر العين الايطالي. اوكي. ميديكال انشورنس يعني تامين صحي. ايوه انا عامل تامين بس بغرز تجميل كلها. وانا عامل الصحي ده عملها وانا صغير، يمكن كان عندي 7 شهور 8 سنين في الحته دي يعني. دي اللي هي كانت في القصر العين الفرنساوي. في القطر العين الاسباني اللي هو بيوصل سيدي جابر 2.10. اوكي. تأمين الصحي ده علشان لو محققتوش التارجت ممكن نفقع لك عينك او نبتر الودن، فطبعا مش هتعملوا العمليات دي على حسابكم، احنا شركة محترفة بنعملها على حسابنا على حساب الميديكال انشورنس. انا متحمس جدا للشغل ده وانا متحمس جدا للبتر ده. بركة بسم الله، يعني ريحة الخبيز تجنن، لو المشاهدين يبقوا معايا وشموا الريحة حاجة تحفة، يعني مش عارفة اقول ايه والله. والله فندم ممكن هو يعني اللقاء مش مترتب، ولكن حضرتك يعني انا بأكد الحاجات دي بتتعمل يوم بيوم وكلها طازة من اول الكرواسون لحد الباتيه. طيب انا دلوقتي عرفت العجين يعني بنعمله ازاي والحاجات دي، محتاجة اعرف بقى العجوة جت منين. لا يا فندم هو لم يصب بعجوة من احد، ولكن ده ابتلاء من ربنا سبحانه وتعالى واحنا راضين بقضاء الله. انا يمكن مش سامع انتوا بتقولوا ايه، يعني مش عارف انتوا بتقولوا ايه، بس انا حابب اضيف يعني ان انا بعمل كمان فطير مشلتت، بس محتاج قبل الاوردر تبلغوني بيومين يعني، عشان انا بجيب فلاحه بتيجي تبات في ودني لمن عجين وهي اللي بتعمل الفطير بنفسها. يعني فلاحه بتيجي تبات في ودنك؟ انا فاهم اللي بيدور في ذهن حضرتك واكيد في ذهن الجمهور. لا احنا بنراعي العادات والتقاليد كويس جدا، اكيد مش هنسمح ان في فلاحه تيجي تبات في ودنه كده. الفلاحه بتيجي تبات في الودن اللي من العجين وجوزها بيبات في الودن اللي من طين. ده كلام يحترم يعني، هنا يعني واقفه والكلام بتاعك يحترم. طيب عايزه اعرف حاجه. الله بيعيط ليه؟ بتعيط ليه يا بابا؟ بتعيط ليه؟ انا بعيط عشان انا اكتر من نص عمري يعني ضايع في النوم يعني بسبب الشغل والاوردرات اللي انا المفروض اسلمها يعني انا فاكر مره كان عندي طلبيه كبيره قوي يعني لمشغولات خسافيه تطلبت مني ان انا افضل نايم اكتر من 3.5 سنين لدرجه ان انا فوتت فرح اختي الله يرحمها. قطعت قلبي يا تيمون، ويعني هي اكيد في مكان احسن بكتير يعني رحمها الله وما تزعلش. طب يا جماعه يعني انا اقدر اساعدكم ازاي؟ يعني احنا والله مش بنعمل ده عشان نستدر عطف الجمهور ولا حاجه، وانا بقول والله احنا مش بنقبل مساعدات ماليه، لو فلوس هنقبلها لكن مساعدات ماليه مش هنقبل من حد. ويمكن الخبر كويس ان احنا قدرنا نتواصل مع دكتور من كمبوديا، الدكتور ده هيعمل له عمليه زراعه طبله ودن، هيزرع له طبله ودن جلد غزال، يعني يمكن هتلب شويه ولكن اكيد احسن من الوضع الحالي. طيب وانا يعني عايزه برضو اعمل حاجه وعايزه اقول للناس يعني يا جماعه لو سمحتوا روحوا كلكم روحوا وساعدوا، وبناشد الحقيقه كريستال بجميع فروعه، وبناشد المستثمرين المشاهير كل الناس واصحاب القلوب الرحيمه واولهم انا، روحوا كلكم. يروحوا فين يا بومبا؟ 60 داهيه. روحوا كلكم في 60 داهيه واتصلوا على الارقام الموجوده دلوقتي على الشاشه هتلاقوها. أيوة يا ألف مبروك يا ألف نهار أبيض، في فعلا حد يعني تبرع بثلاثة مليون جنيه ومطعم وكمان مكان عشان تقدروا تعرضوا المخبوزات بتاعتكم وكمان الحاجات الخزفية اللي انتوا عاملينها. ألف مبروك. معلش هستأذنك بس أغطيها عشان الدربان. أيوة والله العظيم جدا يعني اديني جنيه على الشاب. الله يسهل لك يا حبيبي. يا عم اديني جنيه على الشاب ويا رب تتجوز الفورتيكا اللي جنبك دي. يا سيدي انا مش عايز اتجوز. يعني ايه مش عايز تتجوز يا حسن؟ امال انت طلعتني ليه جنبك سنتين؟ يا منى قلت لك 100 مره انا بحب اخد وقتي. عين العقل يا ابو علي، لعلمك الجواز قرار مش سهل،
بس سنتين خطوبه برضو كتير يا ابو علي. خطوبه مين؟ هو حتى جه قرا فتحه ولا قابل بابا؟ ما قراش فتحه. لا بتهزري. طب انت عارف يا اسمك ايه انت؟ تيمون. ساره صاحبتي عرفت مروان بعد ما انا عرفت حسن بشهرين. اوكي. ودلوقتي معاهم يارا واحنا لسه جايين من عيد ميلادها. ساره ومروان دول اللي عندهم عربيه فان زرقاء؟ ايوه عارفهم. اه كان لسه معديين النهارده الصبح من هنا. بس بقول لك ايه، مناسبه العربيات، انت محتاج تغير العربيه دي عشان لما تخلفوا مفيش مكان للبيبي. انا ممكن ادخلها لك في كارنز تكييف وكاسيت. بيبي ايه ونخلف ايه؟ انت خليتنا نجوز ونخلف كمان. هو انت كمان مش عايز تخلف يا حسن؟ استني يا منى بس لما نفهم. مش جاهز امكانياته الماديه لا تسمح، او عقيم ومش عايز يبهدلك معاه. لا جاهز بقى، وعنده دوبلكس مفروشه في زايد وانا رحتها 100 مره. رحتيها 100 مره ومستغربه منى ان هو مش عايز يخطبك. أوه. انت متاكده يا منى ان انت الوحيده اللي شفت الدوبلكس ده ولا في غيرك شافها؟ تخليك محضر خير يا كابتن، اقول لك على حاجه، خد الفلوس اهو وروح اشحت في اي حته. الموضوع مش موضوع فلوس يا ابو علي، الموضوع مش موضوع فلوس. اصل انا شفت العربيه دي الصبح كان راكب فيها واحده شقره لابسه جوب اسود. لا ما كانتش لابسه حاجه خالص، وهي لدغه في الريه تقريبا. هايدي. هايدي هايدي، الله ينور عليك. هايدي بتخني مع هايدي يا حسن؟ يا هايدي انا كنت بوصلها مدرسه عندها حصص الصبح. ساره كان عندها حق لما قالت لي سيبك. طبعا ساره كان عندها حق، ده حيوان بتلعب ببنات الناس. انزلي، ده حيوان، انزلي تلعب ببنات الناس. يا معفن. يا معفن. هاي بتلعب ببنات الناس، سيبنا احنا نلعب بيهم. يا بومبا حلق يا بومبا، شفت لقيت ايه؟ اللي جاب اللبس الشتوي احنا اوعى تقول لها يا بومبا، اوعى تقول لها، عشان دي لو عرفت السر هتنصص معانا، ولو عرفت السر يبقى لازم السر يموت معاها. يا نهار اسود، ايه ده؟ يموت معاها ايه يا غبي؟ دمي امك تنصص معاها في نصيبك، لكن انا ماليش دعوه. انا شغلانه الهدوم دي علمتني اني ما يبقاش عندي قلب. تنصص ايه ونصيبك ايه؟ انتوا ايه حكايتكم بالظبط؟ فين؟ انتوا لقيتوا كنز في الصندره. صندره دي مفيش كلمه اسمها كده، ايه صندره دي؟ لا يا حبيبتي لا، احنا انا هفهمك. ماما عارفه لما بننزل الهدوم الشتوي فتدوري في جيب البنطلون او الجاكيت تلاقي فلوس، عارفه الحركه دي؟ اه بفرح بيها قوي دي. الواد بقى تيمون جات له فكره بنت لذينه، بنت لذينه، ان احنا نعمل ايه؟ ان احنا ننزل كل الهدوم وندور بقى، ندور على كل الفلوس اللي فيها ونجمع بقى ثروه. ايوه ده اقتصاد الصين على كده. ولقيته بقى فلوس؟ انا لقيت كارت شحن ما تخربش فيه 20 دقيقه بس، بقاله 10 سنين. 10 سنين؟ يعمل له بتاع 100 دقيقه دلوقتي ده ممكن بالميت. انا مش عارفه بس انا عملت ايه بدنيتي علشان ربنا يديني فنطاس الغباوه ده. حرام عليكم اللي بتعملوه فيا ده. بقول لكم ايه، انا خارجه دلوقتي وعايزه لما ارجع ما الاقيش قشايه، كل الحاجات دي تتلم والاقي الصاله زي الفل. فاهمين ولا لا؟ حاضر يا ماما، حاضر، في حفظ الله وامانه. جاتكم القرف. سي يا حبيبتي، ربنا ينور طريقك وينور بصيرتك يا شوافه. يعني ايه مش عايزه تلاقي قشايه؟ هي عايزانا نسرق الصاله؟ هنسرق بيتنا يا تيمون، هنسرق بيتنا يا اهبل. قصدها مش عايزه قشايه نكنس غالبا، مش عايزه تشوف قشايه على الارض. هنرجع الهدوم دي كلها الصندره؟ يلا بقى هنلمها كلها، هنعمل ايه؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت كنا عايزين نتبرع. انت هتملى الاستمارة دي وتكتب فيها العنوان اللي موجود قدامك ده، 60 شارع ناهية، وتسيب الهدوم هنا وتمشي واحنا هنوصلها للعنوان. كتر خيرك يا سيدي، كتر خيرك. طب يلا يا بومبا، ده صعب قوي. هو استنى بس نلقط يا عم نفسنا من المشوار. يا ما اللهم صل على النبي، كل دول ناس بتعمل خير يا اخي. شوف شوف الناس قلوبها صافية وبيضة ازاي. ايه ده يا أنسة؟ انت نسيتي الجاكيت بتاعك. انا جاكيت؟ الجاكيت ده مش بتاعك؟ ازاي يعني؟ ده اكس لارج وانا بلبس لارج، انت شايفني تخينه؟ ما انا افتكرته بتاعك والله. لا ده بتاع بابا الله يرحمه، كان بيموت في الاسود والبستاج. طيب خلاص سيبيه، وابوك الله يرحمه لما يجي احنا نديهول. بابا مات عشان كده انا متبرعه بيه. هتتبرعي بابوكي؟ متبرعه بالجاكيت. طب هاتي 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 هاتي. بابا ما سابش حاجات تانية بقى؟ لا هو ساب الجاكيت والمج وماما في البيت. ماما حلوة؟ انت بتقول ايه؟
يعني نفسيتها حلوة راضية يعني انت بالرابي الجاكت؟ انت شكلكم مجانين. بقول لك يا بومبا الجاكت ده شيك قوي. ايوه شكله تحفة. شيك قوي قوي. اه حلو حلو. طب ما جربه عليك كده. لا لا يا ابني جربه عليك ده شكله مقاسك والله. يا عم لا شيك قوي يا ابني اتكسف. لا هو شيك قوي قوي يا عم اتكسف والله. البسه قدام الناس يفكروا ان احنا هناخده. يا لا سلبس. بحب بس الحاجات الليكره ليه. الله ايه ده مقاسي بالظبط. شيك قوي جورجس. بقول لك ايه ده مقاسك بالظبط. ايوه ولا بومبا هو انت ابوها ولا ايه؟ ابو مين؟ ابو البيت اللي ابوها ساب الجاكيت. ليه؟ هو عشان مقاسي ابقى انا ابوها؟ ايوه نفس مقاسك بالظبط. انت صاحب ابوها؟ حتى لو صاحب ابوها هو لازم يبقى نفس المقاس. يا ابني ما احنا اصحاب بس مقاسنا مش واحد. ايه الغباء يا ابني ده؟ ايوه صح. بس انت تعرف بقى الجاكيت ده عايز ايه؟ عايز حاجه تكسره. حاجه ايوه. هو انت بتتدرعي بايه؟ كوتشي. الله ايه ده؟ ايه الذوق الحلو ده؟ وايه الفستونات الجميله دي؟ ده في الوانات؟ الوانات ايه يا عم؟ لا والله يا ابني ما عنديش غيره. ده مقاس كام؟ 40. ساره انا مقاس 46. هات هات انا بلبس 42 احط له فرشه والبسه. بس عارف يا بيتي ده عايز ايه بقى؟ عايز شورت جبردين. يا جماعه حد بيتبرع بشراط جبردين مقاس 36؟ لا لو كده مش 36 بخليها 34 لان المستعمل كده كده بيبقى مريح. ماشي يا جماعه شراط جبردين مقاس 34 فواتح يا جماعه فواتح. كابتن انا معايا مايوهات تنفع؟ مايوهات؟ انت جاي تتنطط على المحتاجين هنا؟ محتاجين ايه اللي بيلبسوا مايوهات؟ المحتاجين شرفه. خلاص يا تيمون بقى اهدى بقى اهدى بقى. روح روح اتبرع بيه للمحتاجين في مراسي. روح خلاص يا عم مش متبرع. هم اولى؟ محتاجين مراسي اولى يا اخي. نتأدب. ايه ده؟ ما معرفش الناس دي بتفكر ازاي. الله تحفه. ده هيبقى تحفه على العهد. لا ده يبقى تحفه على ابويا. ابو سعيد ما بيحبش الغوامق. ايوه صح. بس بص الماتيريال. انتوا بتعملوا ايه؟ بتعملوا ايه؟ انا عايز افهم. سيب الهدوم دي منك ليه؟ ماشي يا عم. هتبوظوا لي شغلي. يا عم بالراحه. اتفضلوا امشوا. طيب يلا تعالى تعالى هات البنطلون بقى ما المسخسخ ده لك في الشنطه. خد يا اخويا البنطلون اهو. اتفضل مع الف سلامه منك ليه؟ فاكرنا حراميه ولا انا ليه؟ عارف. قرب 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 للشياكه عنوان وهنا المكان. من اشهر الملكات العالميه باسعار محليه. البس اللاكوست باقل كوست. البس البص من غير ما تبص. البس البراده بعزيمه واراده. من اشهر بيوت الموضه للدولاب عندك هنا في الاوضه. ايه ده؟ دي بقعة صلصة؟ اه حضرتك بقعة صلصة قبله في حاجة ولا ايه؟ بس سمعتيش عن بنطلونات الديرتي ولا ايه؟ ده آخر موضة منه. مش عارفة مش حاساه بصراحة. لو مش عاجبك ده حضرتك في بقى الجينز اللي بالريد صوص ده تحفة. يعني ده ترندي جدا دلوقتي. لو حضرتك ما بتحبيش الريد صوص عندي بقى ايه الجينز اللي هو بالوايت صوص تحفة. ما بتحبيش الوايت صوص في عندي بقى المشكل. المشكل بياخد الفريدو فوق الربجة ده بياخد فلفل الوان بياخد موتزاريلا بياخد زيتون يسطو بياخد شرايح بصل. هاخد لفة هاخد لفة واجيع. لتشوفيه اب. انا احتاج بقى اصغر من ده. ده للاسف يا فندم ده اصل الجاكيت ده سنيه قوي سنيه قوي يعني فمفيش منه غير قطعه واحده ولو ما لحقتوش هيطير. اه مش ده مش هيتقفل عليا. طب مش شغل يا فندم ده موضوعك انت. طب مفيش جاكيت بوشين؟ لا يا فندم احنا هنا مكان محترم الجواكت بتاعتنا كلها بوش واحد يعني الجاكيت تلبسه وعمره ما يتكلم في ظهرك. اتفضل يا فندم. انت طب انت لون برجل واحده. وايه يعني بنطلون برجل واحده؟ انت هتعايره؟ انت يعني البسه ازاي ده؟ ما تلبسوش يا جدع انت. على فكره اللي انت بتعمله ده ما يصحش ده تنمر. سيب البنطلون واتكل على الله. اتفضل اتكل على الله يلا. لو سمحت. ايوه الخرم ده سجاره؟ لا يا امي ده مش خرم سجاره ده خرم رصاصه. رصاصه؟ اه رصاصه. ايوه يا فندم ده قميص بطل. عايزنا لابس الراجل قميص واحد مطول؟ يعني ما تاخديش الامور معقده. ليه بتكبر الحاجات؟ اولا امسك الماتيريال. اتحداكي تلاقي الماتيريال ده في اي حته. ثانيا ده مش قميص مقتول ولا حاجه. انت لو بصيتي هنا هتلاقي خرم الرصاصه صح؟ بصيتي ورا هتلاقي الرصاصه اهي يا في خرم تاني. معنى كده ايه؟ ان الرصاصه دخلت وخرجت بسلام. فما فيش اي مشاكل. الله يرحمه. يلا يا ابني ده حاجاتهم مستعمله. اللي يلا يا ست كلفي وهترجعي لنا رقعه. يلا اخويا عايز ارجع. لا 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 ما ترجعش هنا. رجع بعيد عن الهدوء. انا عايز ارجع البنطلون. وانت ايه اللي خلاك تاكل البنطلون؟ البنطلون بيتاكل. انا عايز ارجع البنطلون. اه اشتريته يعني وعايز ترجعه؟ اه. طب معاك رسيت يا فندم؟ رسيت ولا شاريه من زارا؟ انا اسف جدا يا فندم ده مش اختصاصي. انا مضطر ارجع للسوبر كايزر وهو اللي يقرر. آه مستر بومبا؟ امر مستر تيمون. آه الكلاينت اللي واقف ده كان اشترى بنطلون من عندنا وعايز يرجعه. اه حضرتك اشتريته من قد ايه يا فندم؟ من ربع ساعة.
للاسف يا فندم مش هينفع لان سياسه الاستبداد عندنا بتؤكد ان ما ينفعش. لا ده انت هتستهبل. ايوه يا فندم هستهبل. حضرتك قانون حمايه المستهبل بيقول ان الاسترجاع بيبقى خلال 14 دقيقه، حضرتك شاريه من 15 دقيقه، اذا من حقنا نستهبل. لا ده انا اوريكم الاستهبال. لا 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 خليك بقى خليك بني ادم محترم. انت تايه همجي ولا استرتبهم بلغ البوليس؟ ايه الهمجيه دي؟ انت حر. الو بوليس النجده؟ ايوه يا فندم معاك تليفون من تي اند بي فاشل. في واحد هنا بيتعدى علينا وبيحاول يسرق البضاعة المسروقة. طيب يا فندم طيب يا فندم ألف شكر. ثلاث دقايق وهيبقوا هنا. أنا رأيي تنفد بجلدك عشان دول لو جم خدوك مش هتخرج تاني. انتوا بقى بتستهبلوا بقى. لا 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 ولا حاسب حاسب تراخر اوعى هلا. ايه؟ ايه ده؟ ايه اللي عمل فيك كده؟ فرج بتاع فيلم الكرنك؟ لا ما كانش اسمه فرج، اسمه كمالة طول بعرض ما قدرتوش صح. فين الجاكيت؟ ما هو مش لابسه ليه؟ اتحريت. طب ما عشان كده هزقوك، لو كنت لابس الجاكيت كانوا احترموك وما عملوش فيك كده. لا يا حبيبي من غير جاكيت ده انا عملت حتة الدين نمرة بره. يا سلام ايه بقى النمرة اللي انت عملتها بره؟ اكتب عندك 04 وحيد. ايه ده؟ هو انت بتداري اللي اتعمل فيك بإفيه وإفيه وحش كمان؟ قوم خش جوه، قوم خش جوه بسرعه قبل ما فرح تيجي تشوفك بالمنظر ده. مش هتيجي فرح. ليه مش هتيجي؟ خدت العيال وطلعوا على تايلاند الصبح بس راجعين بالليل. ايه الحجه الوحشه دي؟ الله 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 الله، انتوا بقى اللي بتاخدوا هدوم التبرعات مني وبتبيعوها كمان؟ لا مش انا يا فندم هما. لا 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 انا مش مصدق نفسي، معقوله الكابتن جابر الرشيدي بطل المصارعه الحره موجود عندنا في البيت؟ اقعد يلا. والله العظيم يا كابتن جابر اسال بومبا حتى، احنا كل يوم جمعه بنقعد نتابع حضرتك في البرنامج بتاعك. كل يوم جمعه؟ انا البرنامج بتاعي كان كل يوم خميس مش جمعه. ها؟ اصل احنا التلفزيون بتاعنا مرحل يوم، فاي حاجه بنشوفها بعديها بيوم يعني. ليه سؤال يا كابتن معلش؟ هو الضرب اللي احنا بنشوفه في المصارعه ده بجد ولا ديكور؟ لا 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 طبعا ده تمثيل، بس الضرب اللي انتوا هتضربوه هو اللي بجد. معتصم سوبليكسي هنا للاستاذ. لا لا استنى بس يا معتصم. لا لا استنى ليه استنى ليه بابا سوبليكسي ده طعمه حلو تحفه. طب ما تجيب لي واحد. خليهم اتنين يا معتصم بس واحد سكر قليل عشان الدايت. ماشي يا كابتن جابر، المشاكل عمرها ما بتتحل بالعنف، بالعكس المشكله كده ممكن تتفاقع. صح يا بومبا؟ مش كده؟ ايه يا ابني عنف ايه وتتفقع ايه يا ابني؟ انت بتكلم مهندس بترول ده مصارع. لا 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 عندك حق يا تيمون، فعلا عمر العنف ما يحل مشكله ابدا، بس ممكن يخلص منها. سوبليكس هنا كمان يا معتصم. لا لا استنى يا معتصم انا هبقى ادوق من اختي. لا ما حدش ياخد مني حاجه، انا يا دوبك احطه في رغيف واكله. بس ادي انت وهي بقى. وبعدين هو احنا كنا عملنا ايه حراك لكل ده يعني؟ هو ده جزاتنا؟ ده جزاتنا ان احنا عايزين نشاركك في الثواب بتاع الجمعيه الخيريه بتاعتك؟ انت عبيط يالا. ايوه عبيط اكيد. والله عبيط. ثواب ايه اللي بتتكلم عنه يالا؟ ده انتوا بتسرقوا الهدوم من الناس الغلابه والمحتاجين وبتكيسوها وتبيعوها على انها جديده. سوبليكس هنا يا معتصم. لا لا يا معتصم معلش يا استاذ معتصم، هو الكابتن عمال كل شويه يقول لك سوبليكس وانت ما بتتحركش من مكانك، وبعدين ترجعوا تشتكوا لما يمشيك والسوبليكس يجي بارد. ايه القرف ده؟ ولا ناش حاجه يا كابتن. هو انتوا بتدوروا على ايه بالظبط؟ بدله سودا مقاس 40. يعني كل الدخله دي والهيلمان اللي انت عامله ده عشان بدله سودا مقاس 40؟ حضرتك قيس اي فستان يعجبك وخده وامشي على طول. السلام عليكم يا فندم. اهلا وسهلا يا فندم. ساحب ولا ايه؟ بدله. حضرتك كنت داخل ساحب على بدله وكسبتها وجاي تستلمها يعني؟ ده عسل بقى. عسل؟ حضرتك ساحب ولا ايه؟ بتاع فاهم. اذا كان كده اتفضل حضرتك. اتفضل. لوجيست ولا ايه؟ بقول لك ايه؟ احنا بعنا بدلتين سود بقاس 40. في واحد من اللي اشتروا مننا اللي انا عرفته يعني ان هو جاي النهارده البنك يقضي مصلحه، يسحب فلوس، يحط فلوس، حاجه زي كده يعني. يعني هو مش موظف هنا في البنك؟ لا لا مش موظف، يعني ممكن تلاقي واحد من اللي قاعدين دول. بص كويس. ممكن تبقى الست دي؟ لا مش هو دي. لا مفيش حد من اللي قاعدين دول مقاس بدلته 40. بس يا اخي البنك ده حاجه ايه؟ صح.
هو البنك ده عجيبه من عجائب الدنيا التسعة؟ البنك ده عموما ولا اي بنك يعني؟ هي مش كل البنوك زي بعض؟ انت عمرك يا تيمون ما رحت بنك؟ ها لا هي دي اول لا دخلت مره وانا صغير، كنت جاي رحله مع المدرسه بس مش فاكر منها حاجه. اتغير بقى البنك عن زمان؟ اتغير متهيألي اتغير كتير يعني، متهيألي غيروا الالعاب شويه، وبعدين الالعاب زمان كانت بطوابير، دلوقتي بتاخد رقم وبعدين تخش تلعب اللعبه على طول. بس انا يا اخي انا اللي بيحيرني بقى ايه الكيان بقى ده اللي هو بيقعد يديك فلوس بس؟ يعني البنك ده بيكسب منين؟ يعني هامش الربح بتاعه منين؟ هي فكرة البنك ببساطة شديدة، ده مكان بتخشه بتدور على أي مكان تكون مطمن له تحط فيه فلوسك، والبنك ده بقى كل شهر بيديك. أي مكان تحط فيه فلوسك يعني أي مكان في البنك اختاره أحط فيه فلوسك؟ أي مكان، أي درج، أي مكتبة، أي حاجة كده. ممكن أحط فلوس على الكرسي مثلا وأرجع؟ لا، لازم مكان بمفتاح، لازم يكون بيتقفل يعني، لأن هو بيقفل الدرج أو المكتبة ده ويديك المفتاح، يبقى مفتاح صغير كده زي بتاع القفل، عارفه؟ يديك، وبقى البنك بقى كل أول شهر يبعت لك بقى الفلوس اللي هي الأرباح اللي هي مصروفك يعني، لحد من فلوسي؟ أه، لحد ما الفلوس تخلص خالص. تبدا بقى تحط تاني فلوس فيه. يعني كل ما تخلص احط بقى فلوس تانية ويبتدي يديني من فلوسي لحد ما تخلص يعني. طب ما تيجي نعمل بنك، ده مشروع سهل جدا، نعمله عندي في الجراج وبات معاك انت وتهاني في الاوضه فوق. حلو طبعا، بس يعني بالنسبه لنا هيبقى هيدك صداع يعني، ما يعني هيبقى في مواعيد عمل رسميه بقى 8 ل 5 مثلا او حاجه، فنضطر لو احنا بايتين في الجراج نقوم نفضي السرير ونقوم علشان هم يخشوا فيلم، لا مش مجزيه يعني. اللي بيحيرني بقى دايما فكره ماكينه الاي تي ام، كنت سالت واحد صاحبي عليها زمان يعني، قال لي يعني فسرها لي، هي فكره ان الاي تي ام ده بيبقى متوصل بخرطوم للدرج اللي فيه الفلوس، وانت بقى لما بتحط الكريدت كارد في المكنه دي هو بيبقى عامل زي الريبورت كده، يقوم رايح جايب لك الفلوس. ايه الريبورت ده؟ طب يلا الريبورت، يلا الانسان الالي. الريبورت اللي هو الانسان الالي. ويجيب لك بقى الفلوس. بص انا هقول لك الصراحه، صاحبك ده بيهجس عليك، لان انا عندي معلومه كامله عن مكنه الاي تي، قاري عنها كويس قوي يعني بجد. لا هي بص، مكنه الاي تي ام دي يعني قديما كانت موظفه عاديه جدا بتقعد على مكتب تطلب منها فلوس بتديك الفلوس. انت عمرك وقفت قدام مكنه اي تي ام؟ لا لازم تجرب بقى تقف قدام مكنه اي تي ام، يعني انت بتقف قدامها بتحط الكارت وبتبتدي تتكلم معاها، هي بترد عليك على فكره عادي جدا، يعني تقول لها مساء الخير يا مكنه، تقول لك مساء الخير يا عميل، عايز تسحب كام النهارده؟ تقول لها مثلا 5000 جنيه، تقول لك لا لم ايدك شويه انت بقيت مبذر جدا، ان انت امبارح سحبت 5 وقبله 5، فتبتدي تخش معاها يعني في جدال لحد ما هي بتوافق في الاخر تديك الفلوس، فتحط الكارت وتكتب المبلغ، بتلاقيها بقى هي ايه على طول بدات وتقوم مطلع لك ال 5000 جنيه. ده صوت ايه يا ماما؟ لا هي بتعد فلوس كده اللي هو مفيش متهيألي ريبورت ينفع يعني يعد الفلوس بالشكل ده يعني. تعرف ان انا رغم ان انا بعشق السينما من وانا صغير بس دي اول مره احضر تصوير بجد. طب بتحب بقى انهي نوع في السينما؟ سينما التحرير اكتر سينما بحبها. شارع الدقي بيبقى رايق كده بالليل وتخلص كده يعني رايح بقى واكل شاورما عند سمسمه تحفه. مطلع انت بقى على ملف السينما يعني تعرف معلومات؟ يا ابني بقول لك من وانا صغير بقرا في السينما، عارف كل حقيقة. انت عارف ان عمر الشريف ونور الشريف وشارع شريف الثلاثه مش اخوات؟ امال ايه؟ تشابه شريف يا راجل. طب تعالى بقى نشوف فيلم البدله ده عشان نخلص. بتاع تامر حسني ده انا نفسي اشوفه. انت ما شفتوش؟ لا اصلا كنت بمثل فيه فما لحقتش. يا انسه حضرتك، احنا اللي كنا بعنا لك البدله اللي انتوا هتصوروا بيها كمان شويه، معلش احنا اكتشفنا ان البدله فيها ديفو، الستانه كرم البطانه، فاحنا محتاجينها. بص هو اولا ميرسي جدا على امانتكم، بس بعد المشهد ده عشان البدله دي احتياطي. يعني ايه البدله دي معدن احتياطي؟ يعني هتنزل اخر ربع ساعه في الفيلم زي وليد سليمان كده؟ يعني ايه احتياطي؟ لا هنركب لها فيوز، فلو ضرب لازم يكون في بدله واحده تانية احتياطي ليها. وانتوا ليه هتركبوا لها فيوز؟ هي ما بتدورش؟ طب ما تبصوا على ضفيره الكهرباء يمكن فيها مشكله او حاجه. لا فيوز عشان لما تضرب. حضرتك تقصدي فيوزات ضرب نار يعني؟ فيوز ضرب نار. لا ان شاء الله ما تعدهوش والله، انتوا بروفيشنال جدا كلكم ما شاء الله، منتهى الاحترافيه وعاملين شغل عظيم. لسه المخرج دلوقتي كان عامل بلوفر كده، ايه التحفه اللي احنا شفناها دي بجد؟ ايه التحفه دي؟ لا عاملين شغل بلجيكي، حاله حلوه قوي. ميرسي جدا. طيب هستاذنك احنا ممكن بس نقف نتفرج مش من غير ما هنعمل صوت خالص مش هنتشاء. يا ريت من غير صوت خالص. من غير صوت والله. بعد اذنكم. دي اول مره نحضر تصوير. عن اذنكم؟ اتفضلي طبعا. بقى بنهزر بنجربها يعني. اول ما اقول اكشن مروان هيخرج من البيت، هيقف في مكانه وهيقول جملته. اوكي؟ يلا يا اساتذه
هو ليه قبل المشهد بيقول اند اكشن؟ علشان نوعيه الفيلم اكشن. يعني لو هو كوميدي هيقول اند كوميدي. لو دراما يقول اند دراما. هم كلهم يبداوا يمثلوا. مين الحيوان اللي بيتكلم؟ ايه يا جماعه؟ يا جماعه بنصور فيلم يا جماعه. انتوا مين يا ابني واقفين هنا ليه؟ حضرتك احنا تبع البدله، انا صاحب البدله. وانا اخوها، انا اخو البدله. في حد تاني مع البدله يا ظريف ولا خلاص كده؟ انت ايه بتعملوا فيلم كوميدي ها؟ بس يا حبيبي بس يا بابا، وايه اللي انت لابسه ده؟ لا انت هتستظرف على لبسي ولا ايه؟ هو انت المشهد موترك هتطلعه علينا ولا ايه؟ ما تشوف شغلك حضرتك. صوت يا ابني. حضرتك الله. صوت يا اساتذه. الادب دي. ستاند باي. خش كلاك. اتفضل. بومبا هو ايه خش كلاك اللي هو قالها دي؟ يعني ايه كلاك؟ هو المخرج ده من هواة تربية الكلاك اللي هو ايتو. ايوه ايوه صح صح. انا المخرج ده قريت مره في مجله ان مراته طلبت الطلاق عشان كانت رافضه تدخل كلاك البيت بتصلي بقى وكده. بس هو ده المخرج؟ ايوه. طب هو ليه سايب شغله وقاعد يتفرج على التلفزيون؟ اهمال. انا مش مصدق ان اخيرا هشفي غليلي. جاهز تقابل اللي خلقك؟ جاهز. ايه قولكم يا رجال؟ اقتلوا مين البهايم اللي اتكلموا؟ انا. الله يخرب بيوتكم وسطوا لي المشهد. معلش انت ماكنه بس مع الفيلم. هاتولي البدله الثانيه. حاضر. لو سمحت لو سمحت. هو معنى اللي حصل ده وهاتولي البدله الثانيه ان انتوا هتستخدموا بقى البدله اللي احنا بعناها هنا؟ دي مصيبه. تعرف معنى كده إيه؟ ايه؟ ان لو البدله دي كمان باظت ما اكيد معهمش معاكم بدله ثالثه. هي دي هي البدله. هو ده اللي همك ان معهمش بدله ثالثه ولا الحاجه اللي في البدله بتاعتنا؟ طب معلش هستسمحك، ممكن بس تجيبي لنا البدله قبل ما تركبوا فيها الفوزيات ناخد بس منها حاجه ونرجعها لكم؟ لا ما ينفعش خالص. يلا بسرعه البدله فين؟ طيب ماشي حاضر. هو اللي احنا بنلعبه ده الجزء كان في ليالي الحلميه؟ لا ده هوان مانشستر سيتي. هو ده. ولا تيمون. ها تعال وصلني. فين؟ ابيع الشاسيهات دي. ليه؟ خلاص انا اكتشفت اني مش فنان، انا فنان فاشل فاشل فاشل. بلغش بقى يا عم عيد بقى وتقول على نفسك فنان. اقعد اقعد اقعد. طب اقعد بس اقعد. في ايه بس مزعل نفسك ليه؟ مفيش لوحه بتتباع لي، زهقت. طب ما هو بابا انتوا عندكم الفنانين لما حد فيهم بيموت قيمته بتعلى قوي وبيبقى عظيم ولوحاته بتغلى غلو رهيب. ايوه صح صح. زي الرسام الاسباني بابلو وبيكسل، ده ايرادات لوحاته تضاعفت بعد ما توفى. طب ما تموت يا بابا. اموت؟ قصدك انتحر؟ لا تنتحر ايه، انا ما ارضلكش تموت كافر. يعني هتبقى عشت فاشل وموت كافر؟ لا ما يصحش برضو. يعني اقتله؟ تقتله ايه يا بومبا؟ هتقتل ابويا؟ انت اتجننت؟ انا بقول يعني يا جماعه نموته كده وكده، يعني نقول للناس ان هو مات بينما هو ما ماتش، فلوحاته تغلى ونبيعها احنا وهو يفضل موجود. يا ابن اللعيبة يا ابن اللعيبة. حلوة دي فكرة. حلوة فعلا. عايزين بس يا جماعة ايه بروقان كده نفكر في موتة تبقى حاجة لذيذة كده. ايوه عايزين موتة مؤثرة. تعمل جدل في الشارع المصري يعني وعلى السوشيال ميديا. تكسر الدنيا، يركب ترند يومين ثلاثة نكون خلصنا لوحة كلها. فاهم فاهم. ايه رأيكم مثلا متكهرب؟ لا متكهرب ايه؟ متكهرب ايه يا بابا؟ المكهرب دي مش هتجيب اي تأثر. عم صبحي الكهربائي مات متكهرب، ابنه بعد ما مات ما باعش لمبه. امال ايه؟ اموت مخضوض. ايه؟ مخضوض مخضه. انت عمرك شفت حد مات مخضوض؟ خالي عبده. خالك عبده مات مخضوض؟ ازاي؟ روح بيته في امان الله عادي خالص، جاي طالع السلم لان الاسانسير كان عطلان. المهم النور بالنار بتاع السلم عادي يعني. هو قاعد في الرابع، الدور الثاني النور قطع مرة واحدة طفى عادي يعني. قطة سودة وعينيها بتنور في الضلمة مرعبة. شافها اتخض مات؟ أبدا، هو شافها من هنا جري عشان ينور السلم اتكهرب. بس ده كده يبقى مات من الكهرب. لا احنا عدينا في العيلة خلنا عبده توفى الله يرحمه مات مهضوض. لا بس احنا يعني لا عايزين موتة غير دي. كهرب ايه؟ طب ايه مثلا؟ فكر. حادثه حادثه حادثه. حلو جدا. انا عندي خالي توفى الله يرحمه في حادثه برضو. خالي عبده. هو مش خالك عبده ده لسه ميت من الكهرب؟ عليكم السلام. اهلا وسهلا. اهلا بيك يا فندم. شرفتنا.
حضرتك مين بالظبط؟ يا ماما انا قلت لك يا ماما ده العالم الروحاني الجليل دكتور نشأة الكون، وهو ان شاء الله اللي هيتواصل مع عم عين. طب يعني حضرتك بتعرف تتكلم لغة أموات؟ يظهر انك يا حاجة ما تعرفيش من هو نشأة الكون. الحقيقة ما اعرفش. انا اتحدث لغتين بطلاقة بجانب اللغة العربية الفصحى. اتحدث الروسية بطلاقة واتحدث لغة الأموات بطلاقة، لأن أنا عشت في الغردقة 6 سنين اتعلمت روسية، وبعدين عشت في الطرب 3 سنين اتعلمت لغة الأموات. بس أنا أعرف إن اللي بيشتغل في الغردقة بيتجوز خواجاية. حصل يا فندم، أنا فعلا تزوجت من خواجاية في الغردقة وتوفاها الله، فعشت معاها في الطرب 3 سنين وبفضل الله بقيت أتكلم لغة الأموات. طب وحضرتك بقى بتتصل بالأموات إزاي؟ يعني ليك طلبات معينة؟ ورك نملة يتيمة، حوافر فيل، دوافر معزة، عرفي دي؟ ما تحرجناش يا ماما مع الراجل، ما الكلام ده، ده قديم قوي، ده كلام الدجل ده قديم. العالم الجليل دكتور نشأة الكون بيتصل تليفونيا، يعني بيتصل تليفونيا مع العالم الآخر دايركت، بيبقى فيه كود كده في شهادة الوفاء، الكود ده بنتصل بيه بيوصلنا بالعالم الآخر. الله على التطور. استأذنك يا أخ بومبا، خدمك بومبا، اسم جميل، اسمه فاضل، استأذنك في الكود 055 055. ايه ده، هو ميت في الزقازيق؟ لا ميت هنا، بس اهله واهل والده كلهم من الزقازيق. 055 24 42 46 1 24 42 46 1. الو الو، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام يا فندم. اكلم الاخ عيد ميلاد عزت؟ لا والله يا فندم انا اسف، احنا محل فطير. محل فطير؟ ايوه يا فندم. طب انا اسف جدا، النمره غلط، محل فطير. ايه ده، هو في العالم الاخر محلات؟ ايه، ما تحرجناش بقى قدام الراجل، هو في كل حاجه طبعا، امال فكرك الميتين دول عايشين ازاي يعني؟ طيب سؤال مهم جدا. ما هو سبب الاتصال؟ الحقيقه يعني هو من ساعه ما توفى وهو شبحه بيظهر كتير قوي في البيت. شبحه بيظهر كتير قوي في البيت، وانا اتخنقت. هو شبح جديد؟ ميت قريب يعني. يبقى عشان كده فرحان بالموضوع، شبح بعد جوع. بطلت هادي تهوى، فين الغندور؟ فين الغندور يا؟ ثانية ثواني بقى عشان ما افقدش اعصابي، ثواني. انت كده ضربتني قلمين زيادة، المفروض بتضرب قلم وقلم، اتفضل بقى اديله القلمين الزيادة دول وبعد كده ابتدي من اول وجديد قلم وقلم. هو عنده حق، وانا برضه هستأذنك لما يجي دوري في الضرب ما تضربنيش بقى على الخد ده، عشان ده نمل خالص، انا مش حاسس بيه. لو عايز توجعني بجد اضربني الناحية دي. في ايه يا دي التوهو؟ ايه البساطة اللي عمالة تضرب فيكم دي من الصبح؟ حلو قوي كده، هو التالب بتاعنا جه كده، خريطة الضرب هتتغير كده، هيبقى هنا هنا وبعدين هنا. اقف الضرب بقى معانا بابا، ريح شوية. يا رجالة دي تبع غندور؟ على حسب. انا الغندور، بس على حسب انت عايز ايه وانا اقول لك. 30 سنة انا مستني اليوم ده غندور عشان اقول لك كلمة واحدة بس. وحشتنا يا كبيرنا، وحشتنا يا معلمة. كبيركو؟ انا كبيركو صحيح، انا اكبر واحد فيكو سنا. لو في المقام انت تسيبني ولا ايه؟ انا العايق، العايق يا جماله. العايق ايه يا حبيبي؟ يا جماله. العايق يا جماله، معلش سامحني، سفرياتي كتير وانت بتقول من 30 سنة، فمعلش يا ابني سامحني. لا الف سلام عليك، بس مش لدرجة انك تنسى دراعك اليمين. العايق يا جماله ورجالتك. رجالتي؟ مين دول؟ المكوي بنار الحبيب اللي نازل اخر الشارع، يا حلاوه يا ولاد. ده اسمه ايه؟ اللي نازل اخر الشارع. ده اكيد برج الجدي ده. انا بدات افتكر اهو. العايق يا ابن، بس انت في حاجه اتغيرت فيك. انت طولت شعرك صح؟ انت كنت بتحلق على زيرو اصلي زمان. ايوه العايق. عايزين نرجع الامجاد، يلا بينا على الوكر. يلا روح معاهم يا غندور، وهستناك انا وبومبا هنا. مش كده يا بومبا؟ ايوه طبعا. لا انت تستعبط ولا ايه؟ لا معلش انا اسف، انا لو هاجي معاك هاجي معاك رجالتي. ما احنا رجالتك يا غندور. لا معلش، انت بتقول 30 سنة، انا كونت رجالة جداد. طب عرفنا يا سيدي. اعرفك يا سيدي، المتفائل رغم اللي بيحصل، المتعايش رغم تسلخات احمد. لا مؤاخذة،
لا لا مؤاخذتك معاك عادي، ما انت اكيد ما كنتش تعرف ان احنا رجالته يعني. انا كنتش عارف ان انتوا رجاله اصلا. يلا يا معلم اتفضل. لا لا اليمين اليمين. لا المكان ده الشمال بس يلا. هو فين بقى الرجال؟ ها قوم يا ابني. فين؟ يلا بينا يا رجاله يلا نرجع. ارجع يا معلم. فيه راح فيه؟ احنا كل اللي محتاجينه بس ان هم يلهوهم لغايه ما اعرف ادخل رجالتي، لان رجالتي لو دخلوا بالمنظر ده هيتصفوا في منت. الله، انتوا مش عاملين دراسه جدوى للزفت الكباريه دوت قبل ما تجيبونا؟ ايه ده؟ ايه؟ دراسه جدوى. ايه علاقه دراسه الجدوى باللي احنا جايين عشانه ده؟ معاينه، دراسه معاينه للبتاع. بينا يا رجاله. ارجع بقى يا معلم ارجع. هو بس اقول لكم ايه يا جماعه، انا سواء رجعنا الكباريه او لا انا تبقى قعدتي هنا، لان انا المكان ده اثرني خلاص. انت قاعد فين؟ هنا. اوكي يا معلم خليك معايا ارجوك. كل اللي محتاجين ان هما بس يلهوهم دقيقه ادخل رجالتي بالسلاح، اديكوا الاشاره تلتحم. حلو، بس لازم الاشاره دي تبقى ملفته جدا، لان احنا واحنا بنلهيهم هنبقى احنا كمان ملهيين ومش مركزين، فلازم الاشاره تبقى ملفته عشان ننتبه لك. لا في عندي ملف كتير. ورينا كده فرج. ممكن مثلا اقلع واجري الف في دوائر في المكان كله كده، بيبقى شكلي ملفت ومهين جدا. ليه؟ يعني احنا عايزين حاجه ملفته مش مهينه، ليه عايز تهين نفسك؟ مش حلو ده، وده مش حلو. مش موضوع مش حلو، بلاش الاهانه. خلاص ممكن البس باروكه واقلع المره دي من فوق بس، واجري الف في نفس الدوائر، بس ده دوائر بقى اسرع. بيبقى شكلي ملفت ومهين اكتر بكتير من الاول. هو الاهانه ايه علاقتها بحياتك؟ يعني ليه واخده جزء من تفكيرك الاهانه؟ فكر بره انك تبقى متهان يعني. ارقص؟ ارقص مثلا بشكل يكون ايا كان بقى، سيبك من انه ارقص، لا مهين ولا ملفت، ارقص وخلاص تبقى دي الاشاره. خلاص مش هديك الاشاره دي، تمام اتفقنا؟ اوكي. بس بقول لكم ايه يا حبيبي، ركز معايا. ايوه. اول ما اديكوا الاشاره رجالتي هتخش ضرب النار تساعدوهم، اوعوا إيه تسيبوهم لوحدهم. لا احنا هنمشي ساعتها صح؟ انا هدعي هدعي ربنا يوفقهم ان شاء الله. المهم ركز انت في الاشاره واحنا هنلهيهم. هتلهوهم ازاي بقى؟